هاني، مباراة مازيمبي الأهلي بيعود ليه عدد كبير من المصابين، يعني شاركوا النهارده في التدريبات الجماعية، بس مين اللي هيبقى موجود في قائمة مباراة مازيمبي؟ طيب خلينا نبدأهم واحد واحد كده. مروان عطية النهارده عمل اختبار طبي أثبت جاهزيته للمباراة، بكرة هيشارك في المران، لو شارك في المران بشكل كامل بقى موجود في الماتش بتاع مازيمبي. النهارده إمام عاشور والشناوي شاركوا في التدريب بشكل كامل جدا، وبس مستنيين تأكيدات من الطبيب، لأن في رأيين مختلفين في الجهاز الطبي. التقرير الألماني الطبيب المعالج قال إن الشناوي يلعب عادي. الدكتور المعالج للنادي الأهلي طبيب النادي الأهلي الكابتن الدكتور أحمد جاب الله شايف إن الشناوي تحديدا لسه محتاج وقت أكتر ياخد تدريبات بشكل أكبر، عشان حضرتك عارف طبعا إصابة الكتف والتحامات الجول والكلام ده كله، تمام. بعكس إمام عاشور، فهو شايف إن الشناوي محتاج يقعد وقت إيه أطول. لكن ولا دكة الماتش الجاي؟ هو الشناوي عايز يلعب دكة صح؟ يعني هو الشناوي طلب، الشناوي طلب ده طلبه اصلا على الاقل يامن، خد بالك ان حافظ عليك كمان مصاب، فعلى الاقل امن. خليني اقول لك ان الشناوي اصلا من 3 ايام طلب الكلام ده، هاي. قال لهم انا عايز ابقى موجود في ماتش مازيمبي على الاقل، وده مرحب بيه كولر، لان كمان عايز يعتمد على الشناوي كخبرات. الشناوي الفرقه بقى لها فتره القائد غايب حتى في المباريات، فالشناوي على الدكه هيقوم بدور القائد. هو امام عاشور بنسبه 99 ممكن يكونوا موجودين في التشكيل قائمه مازيمبي، في قائمه مازيمبي مش التشكيل الاساسي. ياسر ابراهيم شارك النهارده في جزء من المران، لكن التوصيات الطبيه بتقول ان هو ما يبقاش موجود. حسين الشحات نفس القصه، لان كمان حسين هيلعب لمده شهرين بالماسك اللي هو جابه ده، فيقعد حبه يتمرن عشان يتعود، لان طبعا بتلبس الماسك ما بتقدرش تاخد المران بنفس الشكل. بس اعتقد حسين الشحات ممكن يبقى سهل في القائمه حتى لو على الدكه، يعني فكره انك تلعب بماسك ده ما فيش حاجه في الرجل. بص اللي انا عارفه ان كولر مش هيبقى موجودين، لان هو كولر زي ما طلع شكر في الدكتور احمد جبال الفتره اللي فاتت وقال لك ده انا من افضل الاطباء اللي اشتغلت معاه، التوصيات الطبيه بتقول له بلاش دلوقتي. وكولر ما بيدفعش باللعيبه لما يتاكد 100%، وهو متاكد 100%. المفاجاه في ماتش مازيمبي هيبقى احمد عبد القادر اساسي بشكل كبير جدا. الراجل قعد معاه وقال له لما سمعت الكلام، انا قال له كده نصا، انا ما عنديش مشاكل بيني وما بينك، لما سمعت الكلام وابتديت تصحح بعض الاخطاء اللي كانت موجوده عندك انت بقيت موجود، موجود في ماتش الزمالك وموجود في ماتش مازيمبي، عايزك تستمر، اللي جاي ليك احسن طول ما انت ملتزم بالتعليمات، وانا بحييك على الروح اللي انت لعبت بيها قدام مازيمبي. طب بيرستاوي يرجع اساسي ولا لا؟ 50-50 50-50، لان بيرسي كمان بقى له فتره تحس ان هو عنده ايه زعلان مقموص، خلينا نقولها بالبلدي مقموص، من اللي بيحصل معاه من كولر والكلام ده كله، حتى مستواه في المباريات مش افضل حاجه. 50-50، انت عارف كولر اللعيب اللي جاهز عنده وهيديله المباراه كلها هو اللي هيبدا بيه. مفهوم. بيرسي لا 50.